شاء الله مبارك وإن شاء الله بالتوفيق. والعمل اليوم مطلوب والاهتمام بهذا القطاع، ولكن أيضا مواجهة هذه الحرب المسعورة التي تدار من الخارج عن طريق ما يسمى بشبكات التواصل الاجتماعي والصفحات المأجورة والمدعومة. ولكن ليعلم الجميع أن مثل هذه الشبكات لا تثير عند الشعب التونسي إلا الازدراء والاحتقار، ولن تربكنا أبدا. ونحن جنود، كلنا جنود في كل القطاعات للدفاع عن تونس وعن مواجهة هؤلاء الأعداء الذين لا هم لهم إلا الافتراء والكذب والبهتان. وليعلم الجميع في العالم كله أن هذه المواقع من أي بلد كان لن تربكنا، وسنواصل لنحرر تونس ممن أجرم في حقها سواء في الداخل أو في الخارج.